دكتور عماد، اليوم غادي نتكلموا على شجرة الأرز. شجرة الأرز حنا كنعرفوا بأن هذه الشجرة موجودة عندنا في المغرب، والجودة ديال هذا الخشب يعني جودة عالية جدا. الخشب تالو يعني من أجود الأنواع اللي الثمن ديالها مرتفع، وكتستعمل في الديكور. مني كنتكلموا على زيت الأرز فحنا كنتكلموا أنه عنده فوائد كثيرة على الجمال، على الصحة ديالنا أيضا. هادشي اللي بغينا نتعرفوا عليه اليوم دكتور عماد، الأرز وشجرة الأرز والعلاقة ديالها بغذائنا. الغريب هو كيفاش شجرة الأرز تذكرت في السنة. هادشي اللي بغيت نقول لك، لأنه شجرة الأرز مذكورة في السنة النبوية. فهاد شجرة واش عندها فوائد غذائية على الصحة ديالنا، هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه حلقة اليوم. كاملين ملي كنسمعوا شجرة الأرز فاحنا البال ديالنا كيمشي لواحد النوع ديال الخشب اللي هو غالي في الثمن، الجودة ديالو عالية، كيتستعمل في الديكور. ملي كنتكلموا على شجرة الأرز كنسمعوا بزاف زيت الأرز والفوائد ديالو، ولكن اليوم حنا غنتكلموا على الغذاء والعلاقة ديالو بشجرة الأرز. غادي نتكلموا على شنو تقال في السنة النبوية على هاد الشجرة دكتور عماد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تمهله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. إذن رواه مسلم. فهنا كنشوفوا شجرة الأرز أن شي حاجه اللي كتثير الانتباه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وكتكون في الدنيا، ويضرب لنا بها المثل. فهنا كنعرفوا بان هذيك الماده او هذه الحاجه اللي بغى الرسول صلى الله عليه وسلم او ذكرها في شي حديث ينبهنا اليها، لننظر اليها ياك، ولنتدبر في خلق الله، ولنعلم على ان هذه الماده ولا هذا المخلوق او هذا الشيء اللي خلق الله سبحانه وتعالى، وبغانا الرسول صلى الله عليه وسلم او ذكروا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، كيبغينا اننا نمشيو ونشوفوه وندرسوه ونعرفوا علاش الرسول صلى الله عليه وسلم اثاره هذا الشيء. فاحنا غادي نبينوا من بعد كيف تطور العلم، وكيف صار العلم يعني كما صار العلم يبحث في الأمور هذه دي السنة النبوية. فمن الأشياء اللي كانت تدرس هي هات شجرة الأرز. فأنا سوف أتحدث عنها في الشق الثاني، ولكن غنهضر عليها بحكم تخصصي. غادي نهضر على شجرة الأرز في العلاج الطبيعي، وكيفاش المزايا ديالها هات شجرة الأرز، وكيفاش شجرة الأرز هي تعتبر من الأشجار اللي خصنا أن نولي وكندخلوها في الحياة اليومية ديالنا. وخاصة واحد المعلومة اللي خصنا نصحوها، أن أعلى نسبة ديال الأرز توجد في المغرب. في المغرب إيه، ماشي في لبنان. العديد من الناس كيسمعوا الأرز كيسحبوا من لبنان. تحية الناس ديال لبنان وتحية الناس ديال الشرق، وكنباركوا لهم هذا رمضان، ولكن الأرز المغربي لا يعلى عليه. الجوده ديالو عاليه جدا، الارز المغربي جميع الامور ديالو. ولكن حنا غادي نمشيو للخبايا ديال الارز المغربي، وغادي نجبدوا كاع الاسرار، وغنجبدوا هذوك الكنوز اللي يمكننا نستعملوها من الارز المغربي. اذا الاسرار العلاجيه وفوائد الصحيه غادي نتعرفوا عليها من بعد هذا الفاصل. وتكلمنا دكتور عماد ميزا في الجزء الاول يعني على شنو تقال عليها في السنه النبويه. اليوم الابحاث ثبتت بانه شجره الارز والمستخلصات ديال هذه الشجره عندها فوائد علاجيه كثيره على الصحه ديالنا دكتور عماد. فشنو هي هذه الفوائد؟ فإذا قلت لك ان شجره الارز او زيت الارز اللي كنستخرجوه من شجره الارز، زيت الارز او الروح ديال الارز، من بعد غادي نعطيو الطريقه ديال الاستعمال ديالهم وغادي نقولوا الفرق ديالهم. عندها نسبه عاليه ديال فيتامين سي، كتحتوي على واحد النسبه كبيره ديال فيتامين سي، كتحتوي على واحد النسبه كبيره ديال البيتا كاروتين. هادو شنو كيتعتبروا؟ كيتعتبروا من مضادات الاكسده القويه. اللي هضرنا على مضادات الاكسده كنهضروا على العلاج او الوقايه ضد السرطان. زيت الارز فيها الفيتامين اش، فيتامين او، فيتامين كا،
جوج ديال الفيتامينات اهم فيتامينات للحفاظ على جوده العروق ديال العروقه ديالنا. الجوده ديالهم كيدخلوا في التركيبه ديالهم هاد الفيتامينات وكيحافظوا لنا على الجوده ديالهم. الا حافظنا على الجوده ديال العروق مباشره كنحافظوا على الجوده ديال الدوره الدمويه، كنحافظوا على الجوده ديال الضغط الدموي، وكنحافظوا كذلك على عضلات القلب. الارز، فالعديد منا كيعرف ان الارز ثمنه باهظ في الاستعمال ديالو. علاش كنقولوا ان الارز ما كيدخلوش السوسه، والارز ما كيكونش فيه الحشرات، والارز ما كيمكنش يعشش فيه يعني نوع من بحال طراق الزيت بحال النوع من هاد الحشرات هذه اللي كتكون. علاش؟ لان فيه واحد الماده كتسمى او ما فيه مواد تسمى لي فيتانسيد. هاد الفيتانسيد هما مواد مضاده للبكتيريا من الدرجه الاولى والطفيليات والميكروبات. فهاد المواد هذه مهمه جدا للعلاج، خاصة أن الإنسان إلا مشى غير دابا في المناطق اللي كيكون فيها الأرز ويمشي مع الصباح ويتمشى، فهذيك الرائحة اللي كنشموها ديال الصمغ ديال الأرز، وهذيك الرائحة اللي كنشموا ديال الأوراق ديال الأرز، وهذيك الرائحة اللي كتنبعث منهم فهي مضادة للطفيليات. وهذيك الرائحة شنو فيها؟ فيها مضادات للحساسية. وهنا الانسان كيولي كيتنفس بواحد الطريقه طبيعيه. والا لاحظتي ان كانوا العديد، راه كان ان سيناتوريوم دابا راه سد، كان في النواحي ديال الافران فين كاين شجره كاين الارز بزاف، كانوا كيصيفطوا الناس تما اللي كانوا مارضين بالسل يعني التوبيركولوز، كانوا كيحطوهم في هذه الاماكن هنا يعني باش نعرفوا القوه ديال هذاك الهواء المختلط بهاد الزيوت او الاساسيه اللي كتكون عندنا، وهاد الروائح الاساسيه اللي كتكون عندنا ديال الارز، وكيفاش كيعقم لنا الجهاز التنفسي ديالنا، وكيفاش كيساعد الجهاز التنفسي ديالنا. فإلى هضرنا على هاد الامور هذه، هضرنا على انه كمضاد للطفيليات ومضاد للبكتيريا، فما غاديش نساو بانه كيزيد نسبه الاكسجين في الرئه، وكيزيد نسبه الاكسجين في الدماغ. وهادشي شنو كيعاون؟ كيعاون ان الانسان كيحارب التوتر، كيحارب اضطراب النوم، كيحارب النسيان، كيولي الانسان كيتطور عنده الذكاء. فالزيت الارز كذلك كتعتبر كمضاد مهم للالام ديال المفاصل والعضلات، الانسان كيمكن له يستعملها، فهي كتعتبر فيها مضادات الالتهاب طبيعيه اللي كتساعد الداس ديالنا، سواء خديناها شربناها او سواء دهناها على الاماكن اللي كيكون عندنا فيهم هذه المشكله هذه. وكما قلنا زيت الارز كتصلح للحساسيه، الانسان اللي كتكون عنده الحساسيه كيمكن له يستعمل زيت الارز كمضاده للحساسيه. ولا يخلى من هذا كما ذكرت في حلقات عديده وفي برامج اخرى، ان زيت الارز تستعمل لنمو الاطفال. علاش؟ لانها تحفز هرمون النمو، وهي كنستهلكوها عند الاطفال. فالطريقه السليمه لاستعمال زيت الارز، إذا كان عندنا الزيت الطبيعي فكناخذوا معلقه صغيره في الصباح، معلقه صغيره في الليل، بالنسبه للاطفال من 6 سنين حتى 13 عام، بالنسبه للكبار من 13 عام حتى 20 عام. كناخذوا دابا رمضان غادي ناخذوا معلقه صغيره في الفطور في العشاء وفي الغداء. هذه الزيت العاديه، الزيت العادي، الزيت الطبيعيه ديال الارز، ماشي الروح، ماشي الويلي سونسيل. الا عندنا الروح ديال الارز فكناخذوا 10 نقيطات ديال الروح ديال الارز، وكنديروهم في معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وهذاك الخليط هو اللي كنستعملوه بهذه الطريقه، معلقه صغيره في الصباح وفي الليل بالنسبه للاطفال من 6 سنين حتى 13 عام، ومن 13 عام حتى 20 عام كناخذوا معلقه صغيره في الفطور في العشاء وفي السحور، وكنداوموا عليها بهذه الطريقه هذه 3 مرات في اليوم، وهكا كنستافدوا من هذا زيت الارز. يعني سبحان الله، عجائب يعني كبيره وكثيره ومهمه للصحه ديالنا في شجره الارز. فكنتمنى انه الزيت ديالها يكون داخل في الغذاء ديالنا بشكل يومي، كيف ما قال لنا الدكتور عماد ميزاب. مشكور على كل هذه المعلومات اللي قدمتي لنا، فبصحه وراحه الفطور وصيام مقبول دكتور. علينا وعليك ان شاء الله وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.